واحد عفات اللحوم من تيفيا ومن من الضرائب اللي هذا اللي كتعرفوا الجميع، وسمحت باستيراد واحد 120 ألف رأس، ودرت واحد حصة ديال 30 ولا 40 ألف رأس هي اللي غادي تبدا. الحصة ديالنا حنا في سوس هي واحد 6000 رأس، وخذتها حيت اليوم عندنا المجزرة الكبيرة اللي كاينة هي ديال كوبار، وفي هاد 6000 يلاه دخلت عندنا واحد 1500. هاد 1500 ذبحت فيها تقريبا واحد 10 ولا 15%، يعني راه كنديروا التوازن عاوتاني ديال ما يمكنش تجيب 1500 وتذبحها في مرة واحدة وتبور بالسوق وتخرج على هذاك الفلاح الصغير والمتوسط اللي قلت لي عنده المنتوج ديالو بواحد التكلفة طالعة. لأن اليوم راه ماشي عندنا خصاص، ماشي عندنا خصاص كبير، ماشي راه اللحم ما كاينش، اللحم ارتفع الثمن ديالو للأسباب اللي حنا ذكرنا عليها، الأعلاف وتصور دابا باش رقم بسيط، كنا كنجو الدورة العرفية لونسيلاج داك البشنة ديال اللي كنطحنو كتتبل وكنطحنوها وكنعطوها للبقر سواء الحليب ولا كذا، كتنتج عندنا هنا في البلاد في الأحوال اللي كانت معروفة القردان والتارودان الشتوكة، كتخم عينا ماكسيموم 50 سنتيم للكيلو، 50 55 40 50 مطحونة، ولينا كنجيبوها من الغرب من الغرب بدرهم و20 حتى درهم و40. هذه ديال البشنه يعني راه بحال تبن ما كاينش، راه جفاف، هذا راه كنهضروا ما كنهضروا على ما كاينش، ضرب الجفاف في المغرب كامل. كان عندنا الكرونيه ديالنا ولا السطوك ديالنا ديال 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 التبن ولا ديال السيريال بصفه عامه، والتبن هو من السطات وطلع حتى القنيطره، طلع حتى المكناس، طلع حتى كذا الغرب، هاد العام ما كانش، واضطرينا التبن نستورد لان ما عندك ما دير، بمعنى انه التكلفه ديال الانتاج ارتفعت، وبالتالي الفلاح ملي كيدي ديك البهيمه ديالو كيلقاها بواحد الثمنات. الدوله درت هذا المجهود باش تحاول تدير، ماشي راه ما عندناش، عندنا اولا الحفاظ على 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 الشتيل ديالنا باش ما يضيع، لان الا طلعنا راه غيذبح كل شيء، وراه بانت واحد الوقيته بان الفلاحه ما تاوش قدروا يوكلوا البقر ديالهم ولا كيذبح، كيقول لك اللهم نبيع ونتفك ونقص عليا المصاريف، لان ولا والحمد لله راه المجهود راه دار بزاف، راه دار مجهودات كبيره. مثلا الحليب كان ب 4 دراهم باش كيتخلص المنتج، دابا راه كيتخلص بواحد 5 دراهم ونص تقريبا 6 دراهم، بمعنى راه دار باش نحافظوا على ذاك المنتج. ملي كنقولوا المنتج الصغير راه هو هذا، راه غادي ناخذوا عاوتاني مثلا الكوباد راه عندها 16 ولا 17 ألف منتج، هذو نفس الوسط، ما نهضروش على المناطق الاخرى اللي بدات كتمشي لها باش تعاون هذاك المنتج الصغير. هز الطوناج وفرقوا على 17000 ولا كذا، راه تلقى دي بوتي فيه واحد 10 ولا 20 ولا في المية اللي كيديروا اكثر من 2 طون 3 طون 5 طون في النهار. كوباك جات من اوروبا، جات انواع اللي كنعرفوها حنايا تاريخيا اللي هي الهورشتاين اللي هي شارولي اللي هي المونبليار، يعني الانواع اللي المغرب الجو ديالو الاقلب مع وفيها زعما تاريخ عندنا كنصور فيها. بالنسبه ل امريكا اللاتينيه بصفه عامه ماشي غير البرازيل، لان كوباغ راه غتجيب واحد الشحنه جايه من الاكواتور ولا من الاوروغواي، في القريب العاجل غادي يجيبها من الاوروغواي، وما غاديش يجيب حنا شي جاب لور سي سيغ، غتكون اون نوت راس دو فيون، غتكون واحد النوع اللي ديال اللحم. البرازيل كتصدر اكثر من مليون راس في السنه، بمعنى ان احنا راه جبنا معنا غير الريحه، ماشي حتى الا جبنا باطو ولا جوج ولا ثلاثه ولا 12، شحال وصلت المليون؟ والو. يقال انه من اجود الانواع ديال اللحوم الحمراء هي هذاك النوع، لانه واحد من الانواع اللي كترعى، ماشي بحال حنا هذا الجفاف وانت تخرج برا وضربك الصاد وترجع للدار، يعني بحال الابل، بحال الابل عندنا حنا. دابا حنا الطريقه باش كان نربوا الابل هو واحد هذا ديال الرعي في الاماكن الواسعه،
وفي امريكا اللاتينيه كاين اراضي تبارك الله كبيره وكاين الرعي زعما الباتيوراج كبير يعني فين رعاه كذا، وبالتالي حنا ما غاديش ندافع ولا غادي ننفي ولا كذا، وانما داكشي اللي شفنا واللي كنفهموا في الفلاحه راه ماشي الصوره هي الفلاحه كدير الدور ديالها من خلال المؤسسات ديالها اللي هي لونسا على ريفي، وكاين مؤسسات في الديبار اللي كيديروا السلامه الصحيه ديال جميع المنتوجات. اليوم راه ما تمشي تجيب غير شي شجره راه ما دخلهاش البلاد الا ما دار ليها الكونترول، ياك ما جايبه شي فيروس ياك ما جايبه شي شجره ورقه ورده ورد الورد الا بتدخلوا البلاد راه ما يمكنش يدخل الا باسمه سينو راه اي واحد بغى يجيب لك العشب وكذا. وكنظن بان هاد المساله ديال استيراد الابقار راه ماشي عمليه سهله باش نلعبوا بالسلامه الصحيه ديالنا، ماشي ديال شي حد اخر كنهضر على روسنا. هادشي راه غادي يجي وغادي يذبح وغادي يتكال وغادي الناس دير لا ديفيرونس من بعد انه ناخذوا صوره ولا جوج نقولوا هذه راه ضعيفه راه كذا. هذه كنظن ما عرفتش امريكا اللاتينيه بلد ديال الانتاج الفلاحي كبير، ديال الانتاج الحيواني كبير، وضروري خصنا نجيبوا منه باش نديروا داك التوازن. اليوم الضغط على اوروبا كبير، الوفر ما كايناش كثيره، لو بري ديالهم طالع بزاف، الا جبناه ودخلناه باش يكون زعما توازن في السوق الداخلي غادي يكون شويه صعيب، غادي يكون بنفس الثمن. راه الناس دابا كتجي وكتزير في لي مارج وتزير 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 وكيجي غالي، والناس راه دخلوا وجربوا. كاين واحد النقاش اخر انه راه شي وحدين جابوا قبل من الشحنات الاولين، هما هذو اللي شفتوا دابا اللي جاوا من امريكا اللاتينيه. شي وحدين قال لك راه دخل شهر هذه ديال امريكا، ما يمكنش، راه غير باش يتخطى ويدار ليه الكونترول سانيتير ديالو لي زاناليز وكذا وتعطاو لي سيرتيفيكا نيسيسير ويتشارجا ويجي في الباطو لمده كذا 20 يوم ويوصل راه اكثر من شهر كيجلس مده عاوتاني، وخصو يجي ويدير لا كارونتين لان ما يمكنش يجي ويذبح ويتعاود ليه زاناليز بور كونفيرمي داكشي اللي دار باش تضمن السلامه فعلا الصحيه ديال القطاع وديال الناس، خاصه انه يمشي ديريكت هو للذبيع. هاد المسائل هادو ما فيهاش اللعب، وراه كاين بزاف ديال لي دوسي مبلوكيين على قبل لي طاسانيتير ديالو لونسا. انا بالنسبه ليا ما كتلعبش، انا طلبه عندي اليوم، انا طلبات الله يخليك تدخل لينا في هذه الماده مثلا في اغراس ولا في الزريعه ولا في شي حاجه فيها مشكل بلوكي، راه بلوكي دي كرة وعامره ما كدوز شي حاجه. وانا كنظن بان راه الدوله كدير شغلها من خلال المؤسسات ديالها، ونطلبوا الكاميرا ان شاء الله تعالى.